الريزرفار بتاعنا كمان ما كانش يعمل. هو كل ما الريزرفار قل كل ما فرصه القضاء المراتب احسن, اصل المال اسهل من كده بمان وانيمال. طب المال نفسه كان كيس بس كان شكل, وطبعا دي بتسهل لك اكتر ان الكارير بيصعب عليك الموضوع انه مش معروف عندك. يبقى دي رقم واحد. رقم اثنين, رقم ثلاثه, ما كانش فيكتور ريزرفار. الكنترول بتاع الفيكتور صعب قوي. خلي بالكم من حاجه, كنترول اوف الانفايرمنت الدروبليت والحاجات دي كلها الى حد ما في دينا, لكن الفيكتور كنترول صعبه جدا واستخداماتها مواد كيميكال قد تكون مضره وقد تكون موت افكتيف اند سو. اربعه, ايزي دايجنوز, تشخيصه سهل جدا زي التشيكن بوكس. النهارده التشيكن بوكس بيقلل الميه اللي موجوده في جلد الطفل, من الحاجات الكاركترستيك قوي التشيكن بوكس, فكان تشخيصه زمان سهل. كان بيمشي بنفس السيناريو بتاع التشيكن بوكس اللي هم المايكرو بابل الراش فيزيكال اوستيول وانكرستيشن والعيان يبدا مراحل ثانيه. رقم خمسه, سكند اتاك از بريك, لان المناعه بتاعته كانت لونج تايم اميونيتي. يمكن انا بقول حاجه رغم ان المرض كان فيتال, لكن اللي كان بيجيله اسمه بوكس وكان بيعدي منه كان بيديله مناعه طويله, فبالتالي غالبا ما كانش بيلحق يجيله ايه اتاك تام. سته, ريلاتيف انكيوبيشن بيريود او لونج انكيوبيشن بيريود 14 يوم. الانكيوبيشن بيريود 14 يوم والفاكسين كان بتاعه كان بيشتغل في كام يوم, حد فاكر؟ 8 ايام. فاداني ميزه ان انا ممكن اقضي على الفيروس ايه, ان انا ادي الفاكسين بوست اكسبوجر, وده كان واحد من ثلاث امراض اللي ممكن ادي الفاكسين بوست اكسبوجر. فحتى لما كان بيتشخص حاله سمول بوكس اول ما شخصته بسرعه, لو اديت الفاكسين كان ممكن يبقى قصه افكتيف, وده كان بيساعدك ان انا اقضي على السمول بوكس. صح, افيلابيلتي اوف هاي بوتنت فاكسين ده في حد ذاته كانت نقطه مهمه قوي, لان في بعض الامراض لغايه النهارده الفاكسين بتاعها مش بوتنت. طب انت عندك الكولر او ليه مرض قاتل وعندنا فاكسين, بس الفاكسين وعندنا فاكسين اللي جابه من زمان جدا, ومع ذلك الفاكسين مناعته 50% بس, فبالتالي الفاكسين بتاعه مش بوتنت. طيب, وبعد كده الابلكيشن ستريكت بريفنتيف انترناشونال ميجرز, زي ما بنعمل النهارده في جنوب فيفر بنطلب من الناس اي حد بيسافر من انديميك ايران انديميك لازم يدفعهم. برضه نفس الفكره, كنا زمان بنطبق القصه دي ستريكتلي قوي في اسمه بوكس, فكانت الناس بتبقى مهتميه جدا ان ما يروحش من مكان انديميك الى مكان نون انديميك الا لما يكون مطعم بالسمول بوكس. الحاجه الاخيره, كان نطبق الكومبوكس فاكسينيشن في اول 3 شهور في حياه الطفل, فكان كل الاطفال المولوده اول ما يتولد كان بياخد السمول بوكس فاكسين. يبقى انا كده شفت ان ضغط كل الناس من اول ما تولدوا اللي مسافروا من مكان لمكان, ولذلك كانت دي كانت من طرق القضاء على حفظ الاسباب. يبقى دي الاسباب ليه نجحنا في قضاء السمول بوكس. طبعا ده نظري فقط للامانه. الحاله الثانيه سواين فلو والايفيان فلو, صفحه 92. السواين فلو والايفيان فلو, السواين فلو والايفيان فلو عايز اعرف عنهم شويه معلومات بسيطه قوي, ممكن اشوفها معايا المعلومات البسيطه اللي بعدين تعرفوها. خلينا نتفق مع حاجه, السواين فلو هو يمكن اللي ظهر الاول كان الايفيان فلو اللي هو H5N1 اللي هو اسمه انفلونزا فلو, لكن اللي ظهر حديثا السواين فلو الايفيان فلو ظهر 1997 حوالي 16 او 17 سنه. السواين فلو ظهر في 2004 فحوالي 10 سنين تقريبا. خلينا نتفق مع حضرتك على حاجه, لو بتكلم على السواين فلو فانا عايزكم تفتكروا انها انفلونزا عاديه تماما تماما تماما, اكسبت ان الكومبليكيشن بتاعتها اعلى, فهي نفس الانفلونزا اللي احنا خدناها بالظبط. وبالتالي يمكن الزياده عليها ان انا بس بركز ان الريزرفوار بتاعنا ستارت من السواين, لان هو اسمها ايه؟ سواين فلو. ادفايس هو نفس الريزرفوار بتاع الانفلونزا, نفس الكوست اوف اورجانيزم, وان كان الاستريم بتاعه اللي هو H1N1, حتى بيسموا المرض H1N1, نفس المود اوف ترانسميشن, نفس الانكيوبيشن بيريود, حتى الفاكسين بتاع الانفلونزا العاديه هي السيزونال انفلونزا اللي موجود في الصيدليات وموجود في الماركت بيغطي H1N1. اتفقنا؟ يبقى هو السواين فلو لو عايز اشرحه والانفلونزا العاديه تماما, اعرف بس ان الريزرفوار بتاعه سواين بالاضافه الى المان, وان الفاكسين بتاعنا بيكفر H1N1. اوكي؟ طيب في حاجه تعرفها, السواين فلو كانفلونزا يمكن عكس الايفيان فلو في ان هو ليه هاي موربيتي ولو مبتدئ. يعني ايه كلمه هاي موربيتي ولو مبتدئ؟ الديزيز عالي قوي؟ هتعرفوا ان السواين فلو كانت فرقعه كبيره قوي ات ذا تايم, لكن لم يكن المرض بهذا الرعب الرهيب اللي الناس كانت متخيلها. هو طبعا هتقول ان هو بيعمل كومبليكيشن وبيموت, بيموت من نيومونيا ما يزال الانفلونزا العاديه. يمكن هو السترين كان قد يكون اكثر عنفا شويه من السترين بتاع الانفلونزا العادي اللي هو H1N1, لكن في النهايه السترين الانفلونزا بيخف وكل حاجه, ولو ما خفش وعمل كومبليكيشن في الناس الكبار او السوارين او الميو كومبرومايز قد يؤدي الى نيومونيا ويبقى فيتال ويموت. عشان كده المورتاليتي منه مش عاليه. ايه طب ايه بقى التامي فلو؟ يعني ايه ميزته عن اي حاجه ثانيه؟ ده علاجه, ده علاجه, ده بيعالج H1N1 ولازم يتعالج بيه اللي هو التامي فلو. اوكي؟ دكتور, يعني كده الانفلونزا مش هي الوحيده اللي ليها, مش الوحيده فايروس ليها كيموفلاكسس؟ طيب خلي بالك من حاجه, انت هتستخدم التامي فلو بس تستخدمه للامانه كتريتمنت مش كبروفلاكسس قوي. مشكلته انه غالي مش قابله بسهوله.
يعني انت لو هتكلمي النهارده انك انت تعملي وقايه لحاله H1N1 honestly speaking انت ال H1N1 على ما تتشخص H1N1 هتشخص انت بعد كذا يوم. خلي بالك العام بتاع السواين فلو هيشتكي من انفلونزا عليه خالص. فالناس هيديله ايه؟ هيروح الدكتور خد حاجه سخنه، خد فيتامين سي، خد مش عارف ايه، دول يجي على السيمتوماتيك وسايبين السواين فلو بين ال H1N1. فهي البوينت في ايه؟ طب انت لو هتفكري في كيمو بروفلاكسس، انت بتفكري في الناس المحيطه بيه، على ما تشوفي بقاله 3 ايام كان عنده انفلونزا تلاقي الفصل بتاعه والمدرسه اللي كان فيها والسكوب بتاعه ككونتاكت كتير قوي. جرعه الكيمو بروفلاكسس الواحده حوالي اعتقد ب 500 او 600 جنيه اللي هو العلبه بتاعت التامي فلو الواحده اعتقد لو انا فاكر سعرها صح. فانا بكلمك انها كوست عاليه جدا جدا. لكن يستخدم كتريتمنت اه طبعا ملوش اوبشن، يعني عيان H1N1 لازم يستخدم. وقت ما بتشخصيه H1N1 بتعزليه، بيتخضع للايزوليشن وبياخد الاتش التامي فلو. طيب سواين فلو، ده سواين فلو اوكي. الايفيان فلو انا عايز اعرف حاجه. الايفيان فلو هو مرض ظهر امانج البيردز، وكنا معتقدين كنا معتقدين زمان ان البرد كان بيبقى امانج البيردز، ولما ظهرت الفراخ كان بيعمل ايبيديميك في الفراخ مش ايبيديميك بقى، كان بيعمل ايبيزونيك في الفراخ، فمرت الفراخ بشكل كبير قوي. وبعدين بقى اثنين من الفراخ للانسان، فكان القطاع اللي جاله الايفي فلو هو قطاع الناس الفرنجيه اللي بيربي فراخ الصغر. لما جينا في الوقت ده منعنا تربيه الفراخ في البيوت، كنا عايشنا كام سنه في مصر كنا بنمنع تربيه الفراخ، ما تلاقيش محلات فراخ قفلت والدنيا دي كلها، وكنا بنمنع الفراخ تدخل في الشوارع لان كانت الفراخ بتدوب بتربط. فلذلك الريزرفوار بتاعنا غاب البيوتس، وكنا شايفين مفيش مان تو مان ترانسميشن. النهارده بقول على استحياء ان في عندنا ريرت مان تو مان ترانسميشن، يعني قصه مان تو مان ترانسميشن، وده اللي خلانا ناخد ستريكت ميجرز مع الناس اللي هم اللي بيجي لهم حالات الاتش 5N1 اللي هم الايجن فلو، احنا ندورهم في المستشفى لان اصبح في بوسبيتي من مان تو مان ترانسميشن. الفيروس دوت عن ستريكت خالص، ستريكت تاني خالص اتش 5N1 الدوز بتاعها مثلا في الدروب مش انفكتد. اوكي عايز اقول لك حاجه ثانيه، الايفن فلو على عكس السواين فلو الموربيتي منه عاليه، الموربيتي منه اسف قليله، ولكن المورتاليتي منه ايه؟ عاليه. انتوا عارفين النهارده حالات الايفيان فلو اللي ظهرت في مصر لغايه ما، طب بلاش في مصر، في العالم كله لغايه النهارده كام حاله؟ الايفيان فلو حد كان يماجن حالات اللي ظهرت في 1000 مثلا؟ ما كملوش 1000. عايز اقول لك ما كملوش 1000 في العالم كله، شوف السنين اللي فاتت كلها 1000. انا عايز اقول لك ان احنا النهارده ممكن نتكلم عن الايفيان فلو ايه بوينت ظهرت في يومين ثلاثه، يبقى الان لو نظهر في يومين ثلاثه، فلذلك الايفيان فلو ما كانش بيظهر بين الحالات بشكل كبير قوي. ولكن عايز اكد معلومه ان 50% من الناس اللي بيجي لها 50% من الناس اللي بيجي لها ايفيان فلو يعني لو ظهر 600 او 700 اعرف ان 350 واحد. فالايفيان فلو مرض مش منتشر بسهوله، ولكن الحل اللي بتظهر فيه مصيبتنا 50% لان السن ده فيجرس جدا جدا غير اتش 5N1. تمام؟ ده بس اللي عايز اعرفه. لغايه النهارده ما عنديش افيلبل فاكسين للانسان، لكن في افيلبل فاكسين للكاتوس، يعني في فاكسين النهارده بتاخد الفراخ، لكن ما عندناش افيلبل فاكسين للمان، يعني السيزونال انفلونزا فاكسين عندنا في الماركت بيغطي اتش 5N1 بس مش بيغطي الايفيان. اوكي؟ طيب ده بس لو عايزين تعرفوا بس معلومات عن الايفيان فلو والسواين فلو سريع. صفحه 96 اللي بعدها في حاجه اسمها هيربس زوستر. اوكي؟ الهيربس زوستر. الهيربس زوستر هو الكتاب شرحه بقى ده برضه. الهيربس زوستر ده يمكن خلينا اقول لك ان هو قراءه شفوي، يعني مش من الحاجات المهمه قوي نصيب، بس اعرفها برضه عشان تعرف تقول الشابتر كله. الهيربس زوستر ده عباره عن فيروس اسمه ايه؟ الهيربس زوستر. اللي انا اخدته في الفيروسيلا هو ازاي الهيربس زوستر بيجي للانسان او بيجي للعين ازاي؟ ريأكتيفيشن. غالبا السيناريو الاشهر ان حصل ريأكتيفيشن لليتن فوكس كانت موجوده عنده، يعني هو صغير كان جاله فيروسيلا بعدت ليتن، ولما كبر بناته قالت حصل لها ايه؟ ريأكتيفيشن. ولكن من ضمن المود اوف ترانسميشن الثانيه ممكن يبقى كونتاكت. ليه؟ الهيربس زوستر ده اسمه حزام النار، فبيعمل فيزيكلز الونج ديستريبيوشن اوف ذا نيرف، عشان كده بيبقى عندنا بين رهيب قوي 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 عندنا. وده اللي بيخليني اقول لكم على حاجه، ده اللي بيخليني اقول لكم ان بيبقى في فيزيكلز على الفيزيكلز على الديستريبيوشن بتاع النيرف اللي افكت، فممكن تتنقل بالكونتاكت انفكشن ده. يبقى الثاني مود اوف ترانسميشن عندنا از كونتاكت انفكشن. Otherwise ده بس اللي عايز اعرف بس معلومه عن الهربس زوستر. طبعا بيسبب سيفير بين، وده من احد البينز الفظيعه في الطب عندنا، وبيستمر لمده طويله شويه، مش ريسبوندنج حتى الانالجيزيا بسهوله.
يعني ربنا يكفينا الفرق بين مرعب جدا هذا البين. طيب ده الهيربس زوستر. ده الحاجات اللي هي الزياده في الفيرال اللي في جدول الفيرال. في جدول البكتيريال الحاجات الزياده هي صفحه 64 انواع المنجايتس. اعتقد غطيناها سريعا لما خدناها مع بعض انواع المنجايتس. لو انتم حتى بصيتوا في الجدول هتلاقوني قلت لكم ان احنا ممكن احنا خدناها في الجدول كانت المنجوكوكاي اللي هي نايسيريا. لكن هذا لان ان في منجايتس في بكتيريا وفي فيرال. البكتيريا كنا بنسميها سيبتيك منجايتس والفيرال كنا بنسميها ايه؟ سيبتيك منجايتس. السيبتيك زي المنجوكوكاي الهيموكوكاي السيبتوكوكاي الكيروكوكاي الحاجات دي كلها خدناها مع بعض. الفيرال زي الايكو فيروس بوكزاكي فيروس التيو فيروس ابو فيروس ميزيز. انا بجد لازم احفظ كل البكتيريا كده. لا لا عندي احفظي 3 4 اكزامبلز ليه؟ قد يجي سؤال جيف سنسترين types of meningitis and prevention of one of them. هو prevention of one of them انت تتكلم كده من جمهوركار بدين مشروح بالتفصيل بس هتبقى عارف بس في الاول لو طرح منك او طرح منك انك تبقى عارف انواع meningitis اربع ستة اربعة باية ستة اربعة باية بس. صفحة 64 اللي بعدها صفحة 69 طبعا احنا ماشيين بالترتيب ان في عندنا حاجة اسمها في صفحة 69 حاجة اسمها scarlet fever. حاجة اسمها scarlet fever. scarlet fever ما هي السكارلت فيفر؟ احنا خدنا السيتو كوكال تونسرايتس صح؟ او السيتو كوكال فرنجايتس دي كانت 130 سترين. كان من ضمن ال 130 سترين كان في بعض السترينز اللي هي الكاربوجينيك سترينز دي كانت بتسبب رومانيك فيفر صح؟ وكان في نيفروجينيك سترين كانت بتسبب اللي هي بوست السيتو كوكال جرمينوفرانكس. من ضمن الحاجات اللي برضه موجوده عندنا في الرومانيك فيفر از اريثروجينيك سترينز. الاريثروجينيك سترينز من 130 نوع بتطلع توكسين. بتطلع ايه؟ توكسين. فبلاقي غريبة جدا ان هذا بتلاقي عندك البكتيريا بتاع السيتو كوكاي بتطلع توكسين. فالتوكسين بتتلف في الجسم بتعمل لنا توكسيميا صح. التوكسيميا عندنا ممكن تبانفيست باي سكن ريش. والسكن ريش بتاع السكارلت فيفر بالعربي اسمها الحمى القرمزيه كانت بتسبب او كانت بشكلها ماكيلو بابلر ريش زي دي الميزلز والروبيلا. حتى لو انا برجع بالذاكره كنت قلت لكم ان الروبيلا كان بتبقى 50% من الريش و50% ميزلز لايك ريش او سكارلت فيفر لايك ريش. فعايز اقول لكم ان هي نفس الفكره عندنا ولكن تشخيصها او تفريقها من ميزلز مش من الروبيلا لان الروبيلا كده كده ملهاش كاركترستيك ريش بتفرقها من الروبيلا في ميزلز فيه. ان تلاقي الريش بتاعتها بتبقى اجرن سين وانن سين بتبقى نستين من بره وعديت تستمرين من فوق فبتلاقي طنج تستمرين كده. شكرا لا التانج لونها احمر بتبقى ستروك بيري تانج بتبقى ايه؟ ستروك لونها سيلفر وايت يبقى ستروك بيري تانج لونها احمر زي الفرق وايت بالظبط عندك. وتلاقي ان لون الفيس احمر وحوالين بق الطفل لون بيل فبيبقى عنده حاجه اسمها سيركم اورال بل حوالين بقه بيبقى لون بيل. اوكي الريش لما تضغط عليها بتختفي ثم تشيل كده تظهر الريش تاني. يعني دي بعض الحاجات الديفرنشيتد بين السكارلت فيفر والميزلز. سؤال لحضراتكم هو احنا ليه في مصر مش حاسين بحالات سكارلت فيفر كتير؟ لما تيجي لطلبه اطفال تقول لها انت بتشوف ميزس ولا طبعا حصل بشوفها كتير. طب بتشوف سكارلت فيفر قليل ليه؟ في عندنا في مصر حالات سكارلت فيفر قليله؟ لا موجوده جدا موجوده وانديميك وموجوده مهم. عندنا اندر ريبورتنج احنا مش بنشخص بيها وغالبا بتمثل الجوز مع مين؟ مع ميزس. بينه وبينك الميزس هو الاهم. وفي النهايه انت لما بتيجي تعالج حاجات الميزس بتدي له انت بعدك عشان خايف من سبب الانفكشن. طب هي بكتيريا فبتخف فانت بتعالج سكارلت فيفر من غير ما تحسي. فتكتشف ان الطفل جاله سكارلت فيفر وانت مفكراه ميزس وادي له انت بعدك عشان سبب الانفكشن فخف بالسكارلت فيفر. فانت بتتاكد ان الدايجنوز بتاعك كان ايه؟ كان ميزس. فده الاسباب ليه عندنا السكارلت فيفر ان هي اندمك مش موجوده بسبب اندر ريبورتنج ومس دايجنوز مع الميزس. معلش بس خلي بالك من حاجه لما بفرق لك بين مرضين او بفرق لك بين تو كلينيكال بيكتشر بفرق لك بين اثنين تيبيكال كيسز صح ولا غلط؟ لكن هي الفكره ان احنا الطب عندنا مش الدنيا كلها تيبيكال بهذا المنظر. ولو كل حاجه تيبيكال معاك طبعا بتبقى كاركترستيك جدا اوكي. لكن ما بدا لو اتيبيكال والحصبه اتيبيكال اوكي. طب بعدها رومانيك فيفر اعتقد بارفين احسن مني. فكان قصه رومانيك فيفر اللي حصل فيها ايه اللي حصل في رومانيك فيفر؟ اللي حصل في رومانيك فيفر اللي عند حضرتك افكرك بس بجمله قلتها زمان من اعجاز الله في الخلق ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل سبيسيفيك انتجن في الدنيا سبيسيفيك ايه؟ ما اعرفش. لقينا في ال 130 ستريم بتاع السيتوكوكاي في منهم حاجه اسمها كاردوجينيك ايه؟ ستريم. هذه الكاردوجينيك ستريمز شكلها من بره كانتجينيك ستراكشر بالظبط نفس الام بروتين اللي على الفيروس بالظبط. نفس الام بروتين اللي على الفيروس بالظبط. ايه اللي حصل؟
الست كوكاية دخل جوه جسم فاستيميليتنج انتي بودز. فالانتي بودز اللي جت تهاجم الست كوكاية بتلف في الدم بتدور على مين؟ على الست كوكاية. حجم فين؟ قبلت الام اللي هي عباره الاضطهاد اللي هي مش فاهمه اللي هي نفسها انتجين ستراكشر بالظبط عملت كارديتس انها بدات تفاجئ ترمان فيفر بالكارديتس وكده بالارثرايتس والحاجات اللي انتوا عارفينها بتاعت ترمان فيفر. اذا انا عايز اقول معلومه ان الروماتيك فيفر حصل بسبب كروس انتجينستي بتوين مين ومين؟ الهارت الهارت والاكسس كوكاي. الحل بتاعها كاكين بروفلاكسز نعمل ايه؟ بالظبط لو رجع بنسلم 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 لو مديله 200 الف او 600 الف في الارض. ليه؟ 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 طب ممكن اسألك سؤال تاني. هو كل الأطفال اللي جالهم الستيتوكوكاي كل الأطفال اللي جالهم كل الأطفال اللي جالهم كاردوجينيك ستين هتلاقي بروماتيك فيفر؟ لا بس انا قصدي لحالة البروماتيك فيفر هتفرق معاك فيه. انا مش دكتور أطفال بس انا ما شفتش حاجة كورتيكوستيرويدز خدوها في البروماتيك فيفر. يعني انا اللي فهمته ان ميك سنس ومش مشكله انتي باريز بتهاجم الهارت بقى صح. طب انا لو عملت سبريشن سوري الميونيتي هو ما اعرفش احنا ليه. طب احنا ليه بنفكر ان سبريشن الميونيتي؟ الفكره ان خلي بالك الميونيتي محتاجه في حاجات تانية كتير جدا. انت عشان تواجه مشكله زي كده توقفي جهاز المناعه لحاجات كتير قوي وده طفل صغير. خلي بالك الروماتيك فيفر من 10 13 سنه ده البيك بتاعها هي فكره الكيمبروفايسنج بتبقى. خلي بالك من حاجه ممكن اسالك سؤال. هو انت عندك انتي بودز بتهاجم الفيروس اوف ذا هارت خلينا ناخدها معاك في اكسامبل ميكانيزم. هو الانتي بودز هتقعد قد ايه في الجسم؟ ايه هتقعد قد ايه في الجسم الانتي بودز دي؟ كل البيريد بتاعتها بس بتقعد مده طويله ولا قصيره؟ ما بتقعدش مده طويله فهتخلص فهتقع. انت هدفك في الكيمبروفايسنج ايه؟ هدفك في الكيمبروفايسنج تموتي كل الستريبتوكوكاي الموجوده بحيث ايه؟ طبعا لو قبل ما يبقى موجود يبقى خير وبركه. انت لو كان من الاول هي طبعا اقول بلاش قصه. هو القصه من الاول هي قصه من الاول اهمال ام. ايه اهمال ام؟ لو كانت الام جالها ست كوكاي ابنها جاله ست كوكاي واديتها علاج صح من الاول كانت مشكله ماتت. لكن المشكله زي اللي موجوده عندنا في مصر احنا بندي الانسفشن دوز بندي يومين ثلاثه انتبيوتيك على اساس ان الطفل بدات السيمتومز تتحسن وقفل انتبيوتيك. تقول لك اسبوع ليه؟ هنهدي الوقت اسبوع بقى انتبيوتيك في حين ان هي لما السيمتومز خفت البكتيريا ضعفت فمش قادر تعمل سيمتومز بس ستيل البكتيريا ايه؟ موجوده. طيب لما ادي كيمبروفلاكسز من الاول يبقى دي ويل جود بتعمل ايه؟ بتموت البكتيريا اصلا فما تطلعش انتي بودي. حاجه ثانيه لو حصل تروماتيك فيفر انت مش عايز تقلب القصه باصعب من كده فلما تدي كيمبروفلاكسز بدوز كبيره قوي اي اكسبكتد ست كوكا هتخش ايه؟ هتموت على امل انتي بودز ايه؟ اللي موجوده تخلص. ما هي كده هتخلص وما تكونيش انتي بودي ثانيه يعني مش ناقص بقى تكوني ثاني يعني الموت اللي موجود موجود يعني تسيب الانتي بودي الموجوده تخلص وموت اي بكتيريا تخش. لازم نكتبها القصه كده وبنقعد كده مده طويله قد تستمر الى 25 سنه او موسم فايبس. طيب ده روماتيك فيفر دي كانت صفحه احنا كده خلاص قلنا روماتيك فيفر والست كوكايت بقى كده نخش على التي بي حاجه خاصه بقى التي بي صفحه 77 السكارلت فيفر والروماتيك فيفر لا يعني خليني اقول لك ان هم اورال اكتر بس تمام معلش انا كنت زي ما قلت لك اديني ساعتين تلاته يعني انا عايز بس تبقى شايف الشابتر كله بتاعك. انا بس بخاف من حاجه بخاف الحاجات اللي بره كده بتقع منك في المذاكره يعني بخاف من حاجات تقع منك في المذاكره فانقلها لي بس على الاقل حتى يعني هنت عشان حتى لما ترجع منكم ما يتبقاش كده. طيب في صفحه 77 كنترول اوف تي في يمكن الكنترول احنا زودنا شويه الكنترول اوف كونتاكت يمكن قلتها امبارح في الجدول صح؟ هو انا دايما عايز اقول حاجه الكونتاكت في عندنا حاجتين في عندنا الناس اللي خايف منهم واللي خايف عليهم. طب مين اللي انت خايف منهم وخايف عليهم من تي بي عشان بس عايز افكر بالكونسبت ده عموما في التي بي لان لما تفكر بالكنترول اوف تي بي فكر بحاجه خايف منهم وخايف عليهم مين اللي انت خايف منهم؟ الفود هاندلرز مثلا الناس الشغاله الميديكال الناس الشغاله في البابليك بليسز في النورس الصح اللي بيتعرضوا للحد. طب خايف عليهم برضو الميديكال الميديكال على فكره الميديكال خايف منهم وخايف عليهم ومين تاني؟ والفارمرز عشان البوفاين والسيليكوزس صح ولا غلط؟ والناس اللي عندها جينو كومبرومايز عشان ما يحصلهمش ايه ريح كده. انا خلاص الكنترول قلته امبارح بتاعت التي في طرحت القصه دي امبارح التاني يمكن برضه كاتبها بس احنا كاتبين بالتفصيل اكتر لكن نفس فكره الكتاب كاتبها بالظبط. طيب تي في سيرفي صفحه 80 ده نظري المهم بقى يمكن دي اول حاجه بقول لها نظري المهم النهارده. التي في سيرفي يعني كلمة سيرفي يا جماعة؟ واتس مينت باي سيرفي؟ واتس مينت باي كلمة سيرفي؟ يعني هي كولكشن اوف داتا واناليسيز انتربريتيشن
هي دي لا السيرفيس يعني سيرفيس مش نفس الفكره. لو انا سالتك سؤال تعرفي معلومات عن المرض وانت تعرفي معلومات عن التي بي تقول يعني ايه اعرف معلومات؟ يا ترى المرض بيجي ازاي؟ من الريزرفوار بتاعه بتنقل ازاي؟ كم حاله منه بتظهر؟ كم حاله جديده؟ كم حاله قديمه؟ موجود فين في انهي بلاد اكتر؟ موجود في انهي محافظات اكتر؟ صح؟ لو انا عندي سيستم محترم ان انا اجمع الداتا وهي سيستم للداتا كولكشن بشكل كويس يبقى ده جود. طب لو ما عنديش هذا السيستم اللي يسمح لي اجمع الداتا اضطر ان انا ايه؟ انزل بنفسي المجتمع واجمع الداتا. نزولك بنفسك المجتمع لتجميع الداتا ده اسمه ايه؟ سيرفي. يبقى تاني يبقى اسمه ايه؟ سيرفي. يبقى السيرفي اتس ا فيلد ستادي دراسه ميدانيه تنزل تو فايند اوت الماجنيتيود بتاعت البروبلم الايكولوجيكال فاكتورز ايجنت بوست انفيرمنت لان ادرس كل حاجه عن المرض دي اسمها ايه؟ السيرفي. طيب بنعمل الـ TB survey وهناخد بالهرس survey ان شاء الله هناخد ملاريا survey بنعمل survey في كذا مرض عندنا. فكرته واحدة الـ survey بيحتاج planning, preparation, investigation and data analysis. يعني planning خطط للـ survey, preparation خطط للناس اللي معاك والإدوات هتستخدمهم, investigation انزل اعمل survey وبعد آخر تعمل حاجة اسمها analysis اللي داتا هتطلع منها في الآخر. البلانينج هنعمل ايه؟ مابنج للاريا وتحط بلان وتحضر الريسورسز بتاعتك الدكاتره لو هتحضر كلين تيست هتستخدمه لو هتحضر جهاز اشعه هيتنقل معاه لو هتحضر وير ترانسبورتيشن هتحضر كل حاجه. اوكي خط حط خطه لكل حاجه اسف خط حط خطه لكل حاجه وشوف هتاخد سامبل من بوبليشن قد ايه. تنزل القاهره والاسكندريه تنزل القاهره تاخد 1000 واحد اسكندريه 500 دي الخطه عندنا. التحضير زي ما قلنا بنحضر كل حاجه عندنا هنستخدمها. انفستيجيشن ننزل نعمل السيرفي اكسوري تحبوا تعمل سيرفي بالجيس اكس اي ولا التيبرتين ولا السبيوتم؟ لو حاجه واحده اللي احنا سميناها جيس اكس اي اللي الماس مانيتشر راديوجرافي فاكرين ماس على مجموعه كبيره ليه اخترت الجيس اكس اي يا عبد الرحمن؟ لان هي اسرع ونتائجها سريعه. خلي بالك التيبرتين انت محتاج تنزل الناس تحقنهم وتجي بعد يومين تاخد بص على النتيجه وناس تجي لك وما تجيلكش. طب السبيوتم السبيوتم ده مقرف قوي فاكرين لما كنا بنقعد ثلاث ايام فاهم؟ مش بس كده حتى لو انت عايز تشوف ايه من بالمودل انت هتجيبيه 3 ايام ستيم دايت ستيم وبعدين يقعد الكالتشر لو طلعت الستيم نيجاتيف تقعد لها اسبوعين فالموضوع هيطول قوي. بنستخدم غالبا ايه يا فندم؟ اسمه ماس ايه؟ ماس مانيتشر راديوجرافي. اوكي طيب يبقى انفستيجيشن كليه الكلينيكال او اللاب داتا قلنا هي مين دي بتبقى عن طريق الاكس راي. في الاخر بنعمل داتا برزنتيشن واناليسيس. هنا الكتاب كاتب لك شويه معادلات المعادلات دي هاجلها بس لغايه ما اخد الايه؟ الستاتستكس هو الانسنس ريت والبريفيلنس ريت والكيس فيتاليتي ريت والكوز سبيسيفيك الكلام ده كله سنعته تباعا في الستاتستكس ان شاء الله. طيب ده نظر مهم الحته دي نظر مهم رقمها نص صفحه. اكس بالمونري تي بي الاكس بالمونري كده يعني خلصنا بالمونري يعني في الجداول فاضل حته صغيره برده نص صفحه كتاب كتبها عن الاكس بالمونري تي بي. الاكس بالمونري تي بي انا بتكلم مع حضراتكم على ايه؟ الاكس بالمونري تي بي بتكلم مع حضراتكم على ايه؟ انتستاينال مين صح؟ مين الريزرفوار بتاعنا؟ الحيوانات بوفاين او انيمال. انا مش فاهم ليه هتقول ايه بوفاين او مان صح اللي هو الهيومن البوفاين وبعدين الهيومن. خلي بالك في البلمونري كنت انا بقول ايه هيومن 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 كنت جيت البوفاين وانا اخد مكسوف وقعدت اتحرك بقول الفلاح يعطس وش الجاموسه وكان الجاموسه تخش الفلاح دي كانت حاجه غير. لكن مات رقم واحد في البلمونري هنا العكس بقى البوفاين رقم واحد. البوفاين عن طريق انجيشن اوف انفكتد ايه؟ ميت او مات ودي زي مرض زينوتك. هل ممكن تيجي عن طريق المان بوسبل؟ طبعا لو قلنا ان حصل ايه؟ فود هاندلر او حاجه يعني الراجل اللبان فود هاندلر اللبان بالظبط او فود هاندلر اللبان اللبان هو نفسه عنده تي بي بنقل اللبن بمكان اللي كان بيكح ويعطس فنازل على اللب واللبن ده اسمه كونتامينيتد فاكرين كلمه انفكتد وكونتامينيتد. اوكي طب هنا اسالكم سؤال يبقى ريزرفار انيمال 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 وبعدين مان. طب ايه مود ترانسمشن اوف اكس هابرمونري تي بي جوت ستايل انجشن اوف ايه الكونتامينيتد او الانفكتد او الكونتامينيتد واحد اثنين سوالينج سوالينج اوف ذا سبيوتم عنده بالمونري تي بي فبدل ما يخرج السبيوتم بره من سفر الانتستين ثلاثه ميليوري بقى ميليوري ممتاز 100%. طب ايه البرفيشن في اكس هابرمونري؟ واحد قال لي اول معلومه في البرفيشن في اكس هابرمونري برفيشن بالمونري قلت له صح لانك انت عارف حتى بتفصل الانجشن والسبيوتم والكونتامينيتد ميلك والكلام ده كله. طيب لو عايز تمنع البيور اكسترا بالمونري تمنعه ازاي؟ كلام سهل قوي واحد فاكسينيشن لا ما فيش فاكسينيشن للبالمونري مش هينفع الاكسترا هينفع ما بقول لك ده كانه بريفنشن للبالمونري مين. اوكي اثنين انك انت الاهم بقى انت عايز تمنع الاكسترا بالمونري يبقى ميلك نعمله ايه؟ بويلنج باستورايزيشن الميت نعملها بروبر كوكينج ونعرضها لحراره كفايه سبيشال ان البكتيريا بتاعتنا في التبيكه كانت مقرفه شويه انها كانت ايه؟ انت فاهم؟ وادي بس ناس هات الادكيشن بقى خلي بالك من اللبن واللحمه ما تاكلش من حاجات مصادر غير معلومه انسوا. انت فاهم؟
بس دي الحاجات زي اللي عدول كنتور البرجرس دي كلها خلاص استوعبتها. طيب نخش في شابتر الايه فوتبول. نوزع الورق بعد خش ايه المشكلة نوزع الورق ده ما عادش موجودة في مصر وفي البروسيل اوكي ست ما يستلمها لها تيفويد خلاص يبقى دول ست كان الدرجة 10 دول ست اقل صح ولكن معاهم موضوع في الاخر لوحده من الكتاب اسمه جاسترو انترايتس اند فود بويزنج يعني هنعمل ايه؟ هناخد الستة دول مع بعض باذن الله وبعد ما نخلص الستة هناخد بقى جاسترو انترايتس والفود بويزنج ده شابتر الفوتبول سهلة هو اكبر شابتر دروبت الفوتبول اصغر شوية الكونتاكت نص الدروبت الارثروبوت نص الدروبت واضح؟ فلذلك عندنا ايه؟ الاكبرهم كان الدروبت واعتقد باذن الله مع الوقت تلاقي الدنيا بقى كتير جدا في الانفكشن مع بعض ان شاء الله. طيب احنا كنا متفقين على تجميعتين دايما محتاجين نعرفهم كتجميعات اللي هم ايه؟ كيس ريزرفوار يعني والانكيوبيشن بيد. هقول لك حاجه في الريزرفوار. الريزرفوار كلهم كيس اند اول كيس اكسبت هيباتيتس اي virus, keys, and incubatory only we accepted Brucella animal only سهلة كده؟ كلهم كيس أو كارير كبارس أو ماذا بقول كاريرات يبقى incubatory كمحبس ما عدا hepatitis E keys و incubatory بس والبروسيلا انيمال بس يعني البروسيلا المرض ده بنسميه ايه؟ ممتاز ستكتزماتيك يعني العيان بيبقى تعبان بالبروسيلا بس ما بيديش الانفكشن طيب عايز احفظكم الانكيبيشن بيريد الافرج بتاعها كان كام؟ عموما ممكن تبصوا معايا السبوره البوليتوبيس حسب القاعده الهيباتايتس A 2 to 6 ويكس هيباتايتس بي 2 تو 6 مانس سهلة كده؟ الكتاب ده هنا من 15 إلى 42 يوم هي 2 ل 6 أسابيع أوكي؟ أنا بس بسهلها لكم الحبس يبقى الإيه 2 ل 6 أسابيع البي 2 ل 6 شهور التيفويد حسب القاعدة الأسبوعية الكولرا 5 أيام ما ينفعش نغلط فيها يوم ما ينفعش أفرج دي لازم 5 أيام بالظبط ليه؟ ده كوارنتينابول ديزيز مرض يستحق الحد الصحي وبالتالي اللي جاي من بلد فيها كولرا وداخل مصر مش مطعم وخايف منه لازم اعزله خمس ايام بالظبط حتى الكتاب بيسميها انترناشونال انكيوبيشن بيريد هذا رقم اكسبتد وورلد وايد العالم كله يتحدث عن الرقم ده اللي هم ايه اللي هو عباره عن خمس ايام بالظبط كان ده رئيس اسمه الله يرحمه ليه كان بيحفظها للطلبه كان بيقول لهم كولرا متوسطها حرف الاو اند او ان عربي مينز او او شكل فايف فلاب سو سبايدر لسه ما خلصنا الموضوع اوكي طيب البروسيلا تبقى من 60 ل 66 يوم الله ليه الانكيبيشن بيريد طويله قوي كده؟ ليه ليه الرينج بتاعها كبير قوي؟ هو افريج اسبوعين يعني اسبوعين بلس او ماينس كام يوم لكن ليه من 60 ل 60 يوم؟ ليه رينج كبير قوي؟ عارفين ليه؟ لان البروسيلا فيها انواع كتير قوي بروسيلا ابورتس وميتينسز وسينس وكانز وكل نوع ليه انكيبيشن بيريد عشان كده سميناها من 6 ل 60 يوم يبقى تاني الريزرفوار فيهم كلهم كانين كيسز وكاريرز كلهم كانين مان كيس اند كيوباتري كومبريسنس كاريرز اكسبت ال اي كيس انكيوباتري بس بروسيلا ها بروسيلا انيمالس انكيوبيشن بيريود ال بوليو 2 ويكس هيباتايتس اي 6 ويكس بي 2 6 مانثس التيفويد 2 ويكس كولرا 5 days الـ 6 كده؟ طيب امسح سبورهم انا بقى بدل ما اخد 3 بقيت اخدهم 6 مع بعض عشان بس نخلص الجدول الواحد عشان كده الفود بورن كله جدول واحد هم 6 كلهم مع بعض لكن عامل خط تقيل بس بين الفيرا والبكتيريا لكن كلهم هناخدهم مع بعض من 6 ل 60
حابب ملهم لي ستة تاني بعد ما حضراتكم. بوليو. إيه بي. هباتايتس إيه فيروس. هباتايتس بي فيروس. تايفويد. كوليرا. كوليرا. رو. سلة. يلا. هذه الستة حط بقى ستة فواصل بينهم وبين بعض. يلا هنطبق نفس النظام بالظبط عندنا. هنطبق نفس النظام ابيديميولوجي بريفنشن كنترول عشان وقت. محمد عايز اسال غير احمد بيك. اوكي يبقى عندنا هنطبق نفس النظام عندنا يبقى ابيديميولوجي بريفنشن كنترول. والابيديميولوجي عندنا ده باول عنوان في الابيديميولوجي اللي هو ايه ديفينيشن. يلا حد من الناس الشطار كوميونيكابل ايه. انا عايز احط خط في النص هنا عشان دول ثلاثه ايه فيروس دول ثلاثة ايه بكتيريا. كوميونيكابل ايه فيروس وهنا كوميونيكابل بكتيريا لكن كلهم بيأفكتوا الايه الجي اي تي ما عدا هيباتايتس بي بيأفكت بلاد. سهلة كده. يبقى كوميونيكابل فيروس كوميونيكابل بكتيريا ديزيز بيأفكت الجي اي تي كلهم ما عدا هيباتايتس بي بيأفكت البلاد. هو اصلا مش الاي والبي كمان الليفر حلو لسه بقول حاجه. خلي بالك من حاجه هو الانفكشن مين اللي عن طريق الجي اي تي رقم واحد ذم. هنكمل مع بعض. ما احنا زي ما كنا بنقول المنجايس بتأفكت الريسبيراتوري بلس السينس. طيب بصوا معايا البوليو بيأفكت الجي اي تي بلس ايه؟ السينس ده احنا بنسميه انفانتايل ايه؟ باراليسيس شلل الاطفال. طيب الهيباتايتس ايه؟ بيأفكت الجي اي تي بلس الليفر. الهيباتايتس بي بيأفكت البلاد بلس الليفر. صح؟ التيفود بيأفكت الجي اي تي كولر جي اي تي والمسلل الجي اي تي. اتفقنا؟ يبقى دي عندنا اول جمله عندنا اللي هي كوميونيكابل فايرال بكتيريال ديزيز. ايه تاني جمله؟ كاركترايز باي ايه؟ حد يقول لي البوليو كاركترايزنج باي ايه؟ باراليسيس. الباراليسيس بتاعت البوليو ليها كراتيريا مختلفه قوي اللي هي انفانتايل باراليسيس بتأفكت الموتور باور نوت سنسري. يعني ايه بتأفكت الموتور باور نوت سنسري؟ الطفل اللي عنده بوليو مش قادر يحرك رجليه وعنده شلل في رجليه لكن السنسري اخبارها ايه؟ وبتبقى غالبا يونيلاترال ولو كان بايلاترال بتبقى اسيمتريك. يعني بتبقى غالبا في ناحيه واحده وبتبقى مينلي في اللور لمب مش في الابر. طب البوليو من البروجرامز قبل ما اسيب القصه ان هو حصل له اليمينيشن في مصر ومصر من البلاد اللي احنا خلاص انجوينج ان احنا هيحصل اراديكيشن في البوليو قريب في العالم. طب ده بالنسبه للبوليو كاركترايز باي حاجات احنا. طيب الهيباتايتس ايه كاركترايز باي ايه؟ جاسترينترايتس. ماشي لكن انا لما اجي في بالي الهيباتايتس ايه مش هيجي في بالي جاسترينترايتس لان جوندس ده لحظه نوت اكشوايز ان باي جوندس وهي بقى تسويه من جديد لان ليفر بيت برانر بس يبقى جاتي البي يبقى جوندس. وان كانت الامانه الشديده السيمتومز اوضح في مين؟ في ايه؟ في ايه؟ ده بالنسبه للهيباتايتس ايه وبي كاركترايزنج باي تيفويد كاركترايزنج باي جاسترينترايتس. عايز اقول لك على حاجه البوليو من الامراض اللي حصل لها ري ايمرجنج تاني في العالم. الله ري ايمرجنج دخلنا واحد تاني ري ايمرجنج امبارح التي بي. ليه التيفود حصل له في مصر ري ايمرجنج تاني؟ ليه التيفود بدا يرجع في مصر يظهر تاني في مصر؟ على فكره التيفود في مصر انديميك باي ذا واي لو انتوا عايزين تعرفوا الكلام ده انديميك في مصر وحتى لدرجه انه انديميك اصبح ان احنا بنشخص التيفود بالفيدال بالرايزنج تيت مش بالبوست فيدال. طب سؤال لحضراتكم ليه التيفود رجع تاني في مصر؟ بطلنا ناخد التي بي؟ بطلنا ناخد الفاكسين بتاعه ولا ايه؟ بتاع ايه؟ الفاكسين تيفود اصلا مش افكتيف طبيعي ده ما حدش فينا خده ومش كومبلسري. ان حصل الباد لايف ستايل هابتس في الاكل بقينا ناكل بره كتير الاكل بره البيت كتير وانسانيتري كونديشن للاكل دي نمبر 1. نمبر 2 ان حصل ريزيستنت تريتمنت. كنا زمان بنعالج التيفود بالكولران فينيكول والبنسلين اصبح النهارده التيفود بقى ريزيستنت اكتر للكولران فينيكول والبنسلين. طيب الكولرا كاركترايزنج باي سيفير دايريا اسمها ايه؟ رايزي ووتر دايريا. رايزي ووتر دايريا. العيان بيبقى عنده سيفير دايريا لدرجه ان هو بيفقد اب تو 20 لتر في اليوم. 20 لتر تخيل؟ عين الكوليرا بيموت من ايه؟ ديهايدريشن. بالظبط ديهايدريشن اسيدوز الكترولايت بالانس طبعا. ده كله يا فندم؟ رز. اوكي الكوليرا مش موجوده في مصر عشان لو سالت في الام سي كيو الكوليرا مش موجوده في مصر من 1948 من ايام الحرب العالميه الثانيه مش موجوده في مصر. ده سؤال اورال موجود مكتوب
اوكي. طب البروسيلا كاركترايزين باي ايه؟ بينج ازونوتيك، المرض ازونوتيك مش ازونوتيك بس، ده ستريكلي زونوتيك. كاركترايزين بحاجه تانية، ان هذا المرض انديميك في مصر. ليه؟ ليه عندنا في مصر بروسيلا كتير؟ لا ليه في مصر عندنا بروسيلا كتير؟ هو مش بس الفار عندنا، هو بيجي على طريق اللحمه واللبن صح؟ طب ممكن اسالك سؤال عشان نعرف مع بعض، احنا بلد بنستورد كميه لحوم من بره مهوله صح ولا لا؟ ومن بلاد ايه؟ كثيره. وبلاد هو على فكره البروسيلا ده اللي بيجي من الفيفا اللي هو حمى البحر المتوسط، فاحنا بنستورد كميات لحوم كتير قوي، وممكن كميه اللحوم اللي بنستوردها ما بيبقاش عليها مراقبه كويسه في المطبخ والكولاتين المزروعه، فده بيخلي عندنا كميه البروسيلا ايه؟ ده الديفينيشن. اثنين كوست اوف ايه؟ ايجنت. فيهم خمس كلمات الكوست اوف ايجنت، ايه خمس كلمات؟ شكرا على الفرصه. اثنين نيتشر ستينز كروس اميونيتي. عايز حد من الناس الشطار ايه النيم هنا اسمه ايه؟ سمينا طايفس وكان في برا طايفي A و B و C دي البروسيلا كان فيها الابورتس والميتينسس والسي والسوكينس هسميهم سهلة. النيتشر ايه؟ فيرال باكتيريا سهلة قوي. السترينز البوليو تلاتة سترينز، البوليو كابوليو تلاتة سترينز. طيب ايه او اسف طيب 1 2 3 هريحك نو كروس اميونيتي. وبالتالي الفاكسين اسمه بيكون من مين؟ التلاته. الام مش تجي لك يا دكتور ابن صغير جاله بوليو، قلت قدر ربنا الحمد لله اللي جالي، رجع بعد سنتين جاله في رجله الثانيه. ليه جاله في رجله الثانيه؟ عشان السن الثاني ما شافش كروس اميونيتي من بعض. يبقى طيب 3 سنجل سري، فبالتالي مش هنجيب سيره الايه؟ ماشي. البي سنجل ثري، عايزكم تركزوا حاجه، البي كهيباتايتس بي عليه من بره الاس والسي والاي ثلاث اجزاء من الفيروس وليس ثلاثه سترينز. خدتوها في المايك ان هيباتايتس اس انجين اللي هو السورفس والكور والانفر دول ثلاثه بارتس من الفيروس وليس ثلاثه ايه؟ سترينز. عشان ما حدش يطلع هو سنجل ستريت وبالتالي مفيش هيجيب سيت الكراسي ميت عندنا. التايفويد كان فيها سلمونيلا طايفي وبارا طايفي A و B و C، للأسف ما كانش فيه من بعض كروس اميونيتي. لما تيجي حاجة مارتس ترين مفيش كروس اميونيتي. لما تيجي حاجة ايه؟ مارتس ترين مفيش كروس اميونيتي، ده معناه ان نقل الفيروس يبقى متبعرض للفيل اتاكس. لو حد مش مطعم يجيله اي اتاك، اي اتاك يعني اي حد مطعم. انا بس من قبل ما انسى، لو حد ما خدش من حق الاسبوع اللي فات عشان بس مش اوكي اهو، عشان بس انا قبل ما انسى بس عشان ما خدش حاجه يرجعها ويرجع زيرو لو انت غيرك اوكي. طيب الكوليرا، الكوليرا يا جماعه دي زمان لو فكركم بيها كان فيها الاو 1 والاو 139 ودي كانت كلاسيكال، وكان في واحده اسمها بتاعت التور. التور كان كنا بنقسمهم للانابه وجاوة وما هي وجاوة النابة، ما هي النابة وهيجو جيمة، فكان الكلام ده زمان. لكن كان في بينهم بعد كل الستينز المختلفة دي كان في بينهم بعض ايه؟ كراس اميونيتي. اوكي؟ على فكرة اختاروا مين؟ والله دكتور مرعي قال لنا حكاية التور دي ليه بس احنا نسيناها. طيب التور ده سيفنت بانديميك عندنا، فكان كولرا من الامراض اللي مشهوره في العالم بالبانديميك. يعني ايه بانديميك؟ البانديميك بتنتشر بسرعه قوي. ليه؟ اخطر مرض في فودبورن منتشر بسرعه قوي. ايوه الكولرا الوحيده فيهم اليرميني ووتر بورن، البوليو هيباتايتس اي التيفويد الفروسيلا اس فودبورن. طب والووتر بورن اخطر من الفودبورن ليه؟
اكتر من الاكل يتلوث ليه؟ كلنا احنا بنشرب ميه طول النهار طول الليل، فالميه تنتشر بسرعه جدا ان احنا نشرب ميه، لكن ممكن تقعد اليوم ما تاكلش، او ممكن تاكل النهارده هاكل شيبسي بس مش هاكل اكل من بره مثلا، او هطبخ اكل في البيت او whatever، لكن الميه كلنا نشرب ميه. الاكل فيه مثلا ايجز معينه بترتبط على الاكل معين، الاطفال بياخدوا لبن اكتر، الكبار بياخدوا مش عارف ايه، لكن الميه كلنا بنشربها، اول ايجز اول سكسز اند كل الوقت وكل حاجه، فالميه بتشربها اسرع بكتير جدا. الدور اكثر خبثا ليه؟ الدور دي الزوجه الثانيه مش الزوجه الاولى، لان الكلاسيك البيم اسمها دي الزوجه الاولى. مين اكثر خبثا، الزوجه الاولى ولا الزوجه الثانيه؟ الثانيه. ولا ما كانتش اتجوزته على ايه؟ مراته الاولانيه. برافو، صح كده، ما كانتش اتجوزته على مراته الاولانيه. هي الفكره في ايه؟ ليه الزوجه الثانيه اكثر؟ ليه الدور اكثر؟ الدور از مور ريزيستنت بره الجسم عن الكلاسيك. الدور بيجي اكثر بكارير نوت كيسز. خلي بالكم كل ربنا ريزرفار بتاعها كيس ولا كارير؟ كلهم كيس وكابير انكباتري كومبرسنس، طبعا ده مش الاكسبشن، فلذلك كولر معديه في كله. فالطول خطورتها ايه؟ انها تيجي بايه؟ بكارير اكتر من تيجي بايه؟ بكيس، وبالتالي ما عرفهاش. والمصيبه اكبر حتى لما تيجي بالكيس بتيجي بمايلدر سيمتوم. طب وايه الفكره لو جت بمايلدر سيمتوم؟ ايه الفكره لو جت بمايلدر سيمتوم؟ ما تعرفش شخصيه، ده انا هديك بدرجه عاديه ممكن شخصيه تلخبطيها من اي حاجه ثانيه. انت فاهم؟ طيب اخطر في الانتشار، مش اخطر كسيفيرتي، اخطر في الانتشار. طيب البروسيلا دول ثلاث اربع سترينز، بروسيلا ابورتس مش دي اللي كانت بتعمل ابورشن في الكاتلز لو انتوا فاكرين، وكان في ميليتنسز بتاعه الجوتس والشيبس فاكرين، وكان في سيبس بتاعه البيجز، وكان في الكانز بتاعه الدوجز. دول اربع سترينز ما كانش فيهم من بعض كروس ايميل، الوحيد اللي نظر فيها كروس يمين تاني كله. طب الريزيستنس اخبارها ايه؟ كله مودريت ريزيستنس. حاجه النهارده هايلي او ديليكت؟ لا لا، مفيش حاجه بالاكسبشن، فان هم كلهم مودريت ريزيستنس اوتسايد ذا بادي، كيلد باي ايه فور ايه. انت زين. ثلاثه. مين الريزرفوار؟ مش كلهم بقى كاس كده كلهم كده في المعركه. انا من الريزرفوار الاول. يلا الريزرفوار، خد واحده واحده. هنا ايه؟ كيس انكيوباتري كومبلسنس. هنا كيس انكيوباتري بس. هنا وهنا وهنا كيس انكيوباتري كومبلسنس. هنا ويتش انيمال؟ الكاتب كوتس شيبس بيكس حسب نوعه. ويتش فانوكتر؟ فانوكتر. هنا وهنا وهنا كيس انكيوباتري كومبلسنس. ما هو الاصل ان هو كيس انكيوباتري كومبلسنس، الاكسبشن كان هيباتايتس كيس انكيوباتري بس، والبروسيلا انيمال كومبلسنس بس. ده ريزرفوار أربعة إيه؟ الإكزيت. الإكزيت خليني أرسم، هتخليني أرسم رسمة. بس الرسمة مش هتطلع حلوة أوي لأن الحتة مزنوقة في السبورة، فعشان بس أنا بس أسمح عذرا عشان بس الجزء مزنوق في السبورة، فمش هقدر يعني أبدع الإبداع الطبيعي بتاعي. قفلنا؟ أوكي مش هستنى معلش أنا آسف، السبورة مزنوقة. واحد بق ومراخير وعين. اي انا طفل ايه ده؟ حتى اللي كنت مش مركزه، ده الفرق بين اللي بيحفظ واللي بيفهم. لما انا بتكلم في بوليو بتكلم في كيس وكارير، ما قلتش انيمال. يبقى كنت تقولي عصفوره هنا غلط مبدئيا، يبقى انت حضرتك بتحفظي مش تفهمي. اوكي ده ايه ده؟ مان كبير ولا صغير؟ صغير. ليه الدليل؟ ايه ده؟ انه صغير عشان اقول شعر. عشان هو بولي بيجي في الاطفال. ايوه بالظبط. بيضحك. اه صح. عشان المرض اسمه انفانتايل بلازم. بصوا ركزوا معايا كده، يمكن اول مره تسمعوها، ان الطفل لما بياكل اكل ملوث بالبوليو فيروس ايه اللي بيحصل؟ الاكل بيخش بالمالتيبلاينج فيروس في النيزوفارينكس، لاول مره تسمعوها القصه دي. وبيقعد اسبوع مالتيبلاينج في النيزوفارينكس وما يختفي من كده. في نفس الوقت اللي كان البوليو كان داخل عن طريق الماوس نزل في الجي اي تي، نزل برضه فين؟ في الجي اي تي. لما نزل في الجي اي تي عندنا عادي مالتبلاي فين؟ في الجي اي تي، وعمل جاستروانترايتس. بينه وبينك هيقعد ست اسابيع، وده اللي انا عايزه، انه هيقعد فعلا في الجي اي تي مده طويله قوي. يمكن في النيزوفارينكس مش هيقعد مده طويله، اسبوع ويختفي القصه على كده. وجوده في الجي اي تي هنا هيقف لمده ست اسابيع. هنا بقى الطفل وحظه،
99% من الاطفال هيقفوا عند المرحله دي الحمد لله على قد شويه جاستروبرايتس واسهال ملحوقه، لكن حظه 1% منهم هيطلع على فين؟ البلد يروح على فين؟ على السيلز. ال 1% ده اللي هيمانيفست باي ايه؟ الانفانتايل باراليس اللي هي الموتور نون سينسي، وكان انتوا عارفين اللي هو مش ابر لم واي سيمتريكال او مش عارف. فاهم؟ اللي فهم الرسمه دي يقول لي ايه الاكزيت اوف باي؟ النيزوفانس؟ لا اصغر منك. ما هي الاسبوع في النيزوفانس. انا اصغر منك بس مش من انا عايز تفكري صح. استول رقم واحد ليه؟ لان هي ده الاهم ودي اكتر مده يبقى استول. وخلي بالك حاجه، هو شكل الفوتبول فاصل الاكزيت الاستول صح؟ لكن ممكن اضيف اللي انت قلتيه اللي هو ايه؟ نيزوفانس. بس هنا مضاف للنيزوفانس ضفتها هي مكسوفه، لان انت بيقعد في النيزوفانس مده قد ايه؟ اسبوع. ماشي ممتاز 100%. سؤال معلش، هو ازاي هنا بيقعد اسبوع وست اسابيع؟ هي اصلا يجي لي ان هو الانكيوبيشن بيرد بتاع اسبوعين. لا اثناء الكلينيكال كورس، انا مش بقعد في الانكيوبيشن بيرد، انا بقول لك اثناء الكلينيكال كورس. ولا عندي مواد امتى؟ لا عندي مواد في الانكيوبيشن بيرد والكلينيكال كونفرسنس المرات الثلاثه. اوكي؟ فلذلك الطفل اللي بايده بوليو انت بتلاقيه منه اول اسبوع خلاص، وبعد كده بيكمل بقى في الانتستين، خايفه منه في الانتستين. عشان كده حتى لما بشرح البوليو انا بتكلم عنه شطر الفود بورد، عشان ده الاهم وده الاخطر بالنسبه لي. طب بالمره قولوا لي، انا قلت كده الاكزيت، حد منكم شاطر يقول لي واحده كوميونيكيتي ميلد، وحد يقول لي سته المودو ترانسميشن، وسبعه الانكيبيشن ميلد. بالمره قولوا بقى، واحده كوميونيكيتي ميلد ده اصل الكوميونيكيتي ميلد الجمله اللي انا هقولها ليها ايه؟ كلينيكال كورس والكلينيكال كورس لكن ممكن اسهلها لك هنا في البوليو هتبقى ايه؟ 1 ويك من في النيزوفانت و6 ويكس في انتستن. هنا هتريحك. ليه هتريحك؟ لو ما كانتش الجمله دي موجوده كنت انا اضطريت ان انا ايه؟ ابقى قلقان اثناء الكونفرسس والواد خف لسه خايف منها، وقت اني اعمل له سطول لغايه ما اتاكد ان بكتيريا الفيروس صح، لكن هنا ريحت خلاص ست اسابيع الواد يروح مفيش مشكله خالص. طيب وات از ذا مود اوف ترانسميشن اوف بولي؟ مود اوف ترانسميشن؟ فود بورد. لان شرطه الفود بورد اثنين دروبت. سالك سؤال، في اليورا ديفلوبمنت زي مصر دروبت ولا فود بورد اهم؟ فود بورد. لان حدود الاربعه وبينه وبينك في مصر الفود بورد الهيجين عندنا قليله. طيب بالعكس ديفلوب كانتريز هتبقى بقى الدروبلت انفكشن. ليه دروبلت اكتر عندهم؟ عشان ده الكول دول. هو مش عشان دروبلت عندهم اكتر، عشان ما عندهمش فود بورد انفكشن. طيب ايه الانكيبيشن بيرد بالمره؟ طيب نخش على هيباتايتس سي. مين ريزرفوار في هيباتايتس سي؟ انا قلتها خلاص مان كيس اند انكيباتري كارير. وات از ذا اكزيت في هيباتايتس سي؟ ستول. ممتاز 100%. طب حاجه ثانيه، هو الفيروس بتاع الهيباتايتس سي، عايز اقول حاجه للجمعيه العلميه، الهيباتايتس دي والهيباتايتس بي هو الاصل الفيروس موجود فيه في الليفر. مين في الليفر؟ صح. بيخرج البلد ولا لا؟ ده سؤال. هل بيخرج البلد ولا لا؟ الاي رير، البي كوم. تاني الاي والبي هيباتايتس، هو بيقول لك انا انفلاميشن اوف ذا هيباتوسايتس. لذلك هنتفق مع بعض ان الاي ما بيخرجش الدم بشكل كبير، البي بيخرج الدم بشكل كبير. انا بقول الكلام ده ليه؟ لما اقول لك ان الاكزيت في هيباتايتس اي الاستول، هل ممكن اقول البلد سكند اكزيت؟ ممكن اقولها بس اقول ايه؟ لان الفيريم اصلا ايه؟ ده الاكزيت. وات از ذا كوميونيكيتي ميلد في هيباتايتس سي؟ الليت انكيبيشن والكلينيكال كورس. فول ستوب. ما عنديش ايه؟ كونفرسنس. وات از ذا مود اوف ترانسميشن؟ في كور. واحد. ماشي اللي هو الفود بورد. اثنين. فيريمي وان كان ريل اللي هو بلاد كونسبشن بس ريل. وات از ذا انكيبيشن ميلد؟ اثنين من ست اسابيع. ده الاي. البي. مين الريزرفوار في البي؟ كيس كيباتري كونفرسنس. وات از ذا اكزيت؟ ميني بلاد. واحد بلاد. استول في الاخر خالص خالص خالص. اثنين السكشوال سكريشنز اللي هم السيمن والفاجينال ايه سكريشنز. ثلاثه ماترنال انيترو من ام للطفل اللي البلاسينتا از ان اكزيت. اربعه قالوا ان الاذر بادي فلويدز از ا ترانسميشن في هيباتايتس بي، وان كانت الدوز فيها ايه؟ قليله زي السلايبا والسيرويتنج انسو الماكلا. الماك تركيزه عالي. الماك تركيزه عالي. معنى كده ايه؟ تركيزه عالي. تركيزه عالي. خلي بالك من حاجه، شكه ابره جيب هيباتايتس بي ايوه، شكه ابره وان سيكشوال انتركورس ويزاوت بروتكشن جيب هيباتايتس بي ايوه، لان التركيز عالي في البلد والسيكشوال سيكريشنز، لكن السلايبا والتيرز والسويتنج انسو التركيز فيها ايه؟ قليل.
فلذلك كان ممكن يتنين نظريا لكن براكتيكلي صعب شويه. يبقى دي الاكزيتس بتاعت الهباتيتس بي عندها. وات اذا كوميونيكابيتي بي في الهباتيتس بي؟ What is the most transmission for hepatitis B? يبقى ستول يورين عندها ده الاكزيت. وات ذا كوميونيكيتي بيريد؟ ليت انكيوبيشن بيريد كلينيكال كورس و كونفرسنس. وانا بتعذبك في الكونفرسنس ليه بتعذبك؟ لان عندي بخف ولسه معدي بالتايفويد. والتايفويد الكارير بتاعها لو فاكرينه من اول كلمه في الجنرال خدناها كان اسمه انترميتنت كارير. يعني ايه انترميتنت؟ مش كونتينوس، يعني ما نزلش كل يوم في الستول. Which means إنك أنت عشان تكسكلون النهاردة التايفويد محتاج ثلاثة نيجاتيف إيه تاتشرز. عشان كده أنا التايفويد ببقى خايف من أكتر على الفود هاندلرز. فلو حاسس شغال في مطعم أو تيفر ما أقدرش النهاردة إن أنا أرجعه شغله تاني لو جاله أداك في تايفويد غير لما أعمله ثلاثة إيه نيجاتيف تاتشرز. إحنا فاهمين لي ثلاثة عشان إنتر ميجان كده. طب دي كوميونيكيتي بيريد. What is the mode of transmission؟ What is the incubation period؟ أسبوعين أفريج. كوليرا. مين الريزرفوار في كوليرا؟ مان كيس انكيوباتري كومبرسنس ممتازين. طيب ايه الاكزيت؟ ستول. ستول حاجه ثانيه؟ يورين. لا 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 كان فومتس. فومتس ودي كانت الوحيده في المانجا توقع عن طريق الفومتس. بس الفومتس في الكيس مش في الكارير. يبقى الاكزيت فومتس في الكيس مش في الكارير عندك، يبقى في الكيس نوت ذا كارير. عشان لو اتسالتها في الام سي كيو. طيب ده الريزرفوار. وات ذا اكزيت؟ انا قلت الاكزيت ستول او فوماتس عندنا. وات ليه مش هتقول ايه؟ ما بتعملش بطري ازاي تايفويد؟ وانا كده كده في الكوليرا دلوقتي. رحت فين؟ لسه في الدار. اوكي يا جماعه سوري دكتور هناك. طيب انا بتكلم بسرعه لحد بس وخرج مش عارفين نشوف سرحنا شويه مش عارفين نمشي مع الخط ولا عارفين نلاحق الكوليرا يا ولاد بتخرج عن طريق ايه تمام كده تمام كده بعد كده والستول ده عباره عن ايه ده لما بتبقى الانتستين هي ده بس الاول زمان هو انا بس معتمد ان الكلام ده انتوا خلاص انتوا بقيتوا فاهمين انا معتمد على فهمكم فانا اعتمادي خاطئ معتمد على حته ميله حته ميله هو في حاجه مش تزود وانا عايز اقول لكم على حاجه انا ما عنديش حاجه تزود انتوا طب اسال سؤال انا ما اعرفش احنا دي كالتشر تعودنا عليها احنا ليه لازم نقعد نبص في الورق واحنا بنشرح
والله يا دكتور احنا في الاول ما كناش بنبص كنا بعد ما بنيجي نخلص نبقى فاهمين جدا نبص بقى نتصدم فبقينا بقى بنبص طب بص نتصدم في الاول نتصدم هنا قبل ما نروح نتصدم في البيت نتصدم هنا عشان في مشكله في الولد لسه في ساعتها بالظبط كده اشكركم المهم ان في الاخر محدش بيسال يعني انا مجرد ما بقى خلاص بتاع تربع البنا محدش بيسال ما شاء الله يعني طيب هو انا بس عايز حاجه الورق مش محتاج ازود عليه حاجه ان جنرال او مش الورق او الكتاب او النوتس او وات ايفر لان عاده لو المحاضر هو اللي كاتب الورق لو كان في حاجه عايز يزودها كان ممكن هو ايه يزودها في الورق فلذلك حاول انك تخلص طبعا انك انت تركز اكتر خلي بالك انت وجودك بتبص في الورق بتتحول الى مشكله كبيره انك انت بتكمبير ايه الكلام المكتوب فلاقيش ان الكلمه اتقالت زياده فبتلحق تزودها انا مش عايز كده انت كده بتلوز يور ايفورت انك انت بتكمبير اللي بتقلب اللي مكتوب اوكي فانا تفهم الكونسبت وخاصه ان احنا خلاص عدي ثالث مره في الانفكشنز فاحنا خلاص الدنيا بقت لحد ما اوضح بالنسبه لنا بشكل كبير فانا معتبر انك انت تركز معايا ومكمل الكلام ده كله موجود في الورق ما هو نفس اللي هو ده موجود في الورق بالظبط مفيش حاجه موجوده في الورق زيها فركزوا معايا ثاني شويه نعيد من اول ايه من اول كولر لا عيد من كولر مش مشكله مش عيد من كولر مش هيحصل اي حاجه كولر مين الريسيفر بتاعه كيس اوكي بدري كومبلسنس الاكزيت صوره رقم واحد خلي بالك من حاجه استوني الاصل زرع ايه الكيس ولا الكارير الكيس طب ادي ده كوميونيكيتي بيلد ديجيتيشن بيلد كلينيكال كورس ايرلي كومبلسنس What is the most transmission? Foodborne. The foodborne, I don't know if there's anything else. I'm going to food and waterborne. That's the way. What is the incubation period? The incubation period. Okay. Process. What is the process? الانفكتد ميت بقى ان احنا ناكل ممتازه بتقول لي بقى الميت او الملك او الاكسجيتا من الانيمال مش من مين لان المرض ده استريكتلي زومبي يبقى من الانيمال مش من المان لو حد يقول لي الانيمال مين الانيمال ملك الانيمال اكسكريتا فهي انيمال وليس ملك طبعا What is the communicability of the process? What is the incubation period? مش applicable الموضوع. يعني مش applicable. لو أنا قمنا ليه؟ No man to man transmission. خلي بالك ال communicability period هو فقط العدوى من عيان للعيان. لو عيان عنده بروسيلا وفي يوم من الأيام تعبان عنده بروسيلا وصفر مفاصله تعبانة وكده تعبتي تعبانة ما بتقلش الحاجة ما بيتقلش الحاجة كده لأن المرض استيك لإيه؟ What is the most transmission? Ingestion of contaminated or infected meat و milk و كده لا 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 Mode of transmission, ingestion Ingestion of ايه؟ Contaminated or infected Okay لو contaminated but from animal طيب مفيش مانع ده طيب يبقى واحد يبقى Foodborne هتفكروا ان البروسيلا هي ثلاثة mode of transmission Foodborne, droplet, contents ازاي droplet؟ البروسيلا تنزل في الاسكريتا بتاعت الانيمال وبالتالي لو عادي الفلاح اللي بسكيتها وده كوديمو لك تزيستم اكسيتها وده انيمال تيجي في الهواء تشمها يجيله بقى تروح طب ازاي بقى كونتاكت مش موجودة في اللحمة الجزار مش اللحمة على كتفه مسكها بايده ايده متورة مش واخد باله خلينا نتفق معاكم على حاجة التلاتة مودو ترانسميشن فود بول دروبلت اند كونتاكت عايزين نتفق مع بعض على حاجة ان في اوكيوبيشنال اكسبوجر وفي بابليك اكسبوجر الاوكيوبيشنال اكسبوجر يجيلهم ازاي اللي هم الفلاحين او الكاتب المصريين كله ثلاثة والدروبلتس اصل الفود بورن مش بتيجي بيه عشان هو اوكيوبيشنال بيجي له كبابلك كلها معادي يبقى تاني يبقى الاوكيوبيشنال اكسبوجر بيجي لهم دروبلت الكونتاكت عشان بيتعاملوا مع الانيمالز لكن النورمال بابليك اللي زينا بيجي لهم ايه؟ يبقى ده المود اوف ترانسميشن وات از الاوكيوبيشن بيت؟ هو ينفعش كونتامينيكن يعني هو مش افكت الميش بس يبقى شكل تمريض من انيمال تاني مش من مال لان مفيش عندنا لان ما عندناش مانجز اتفقنا يبقى ليه عندنا الايه؟ يبقى الانكيبيشن بيريود قد ايه؟ من 6 ل 60 يوم من 6 ل 60 يوم
يبقى من 6 ل 60 تفهم؟ كده خلصنا كام ايتم؟ 2 7 فاضل ايتم رقم 8 اللي بعده اسمه سلسلة تريدي الام بي حد يمليني الخمس نقط سلسلة تريدي الام بي بورتر اوف انتري طيب هطلب من حضراتكم حاجة حاجة What is the border of entry؟ الأصل فيهم كلهم إن إيه يكون the border of entry؟ الأصل فيهم إيه؟ إنجلش الماوث باعتبارها إيه؟ Foodborne ما عدا مين؟ بي يبقى skin اتفقنا؟ يبقى skin ليه skin؟ لأن زي ما قلت لك ده حاجة أو عن طريق blood عشان ده Foodborne والبروسيلا هتضيف على الماوث إيه؟ هتضيف النيزوفارينكس كتروبلت وهتضيف السكن كيكوناوت وهنا وهنا البوليو صح وهنا البوليو هنضيف النيزوفارينكس لأن ممكن يجينا بتروبلت يبقى تاني الأصل فيهم الماوث تضيف النيزوفارينكس عشان تروبلت هنا كانت الماوث كفاية هنا كانت الانتري بالنسبة لنا هي السكن وبعدين البلاد هنا الانتري بالنسبة لنا الماوث عادي هنا الماوث عادي هنا الماوث ضفنا عليه النيزوفارينكس وبعدين طيب الإيج الجملة اللي هقولها وبعدين نشوف هكتبها فين الجملة بتقول إيه بس maternal immunity protecting the baby at day من 6 ل 9 شهور هذه الجمله حولها في كل الحاجات قرنات لا مش كله لا مش كله الفيروس لا حولها في البوليو بس في maternal immunity protecting الطفل من 6 ل 9 شهور هقول الجمله دي في البوليو ولا لا لا مش هقول لا شدت اول يا جماعه قلنا طبعا ده مرض انديميك والام متطعمه وجالها انفكشن طبعا كل احنا كنا هنا بنعمل بوليو هقولها هقولها في الهباتايتس ايه لا طبعا البي طبعا تيفويد طبعا هو في كل ده لا لا ليه هو مش موجود من 48 مش موجود في مصر انا 40 سنه والفاكسين بتاعه مش بوتد فبالتالي ما حدش فيه مطعم فلو ما عندهاش مناعه لا بالانفكشن ولا الفاكسينه دي فبالتالي مش هقولها مش هقولها عشان ما بتحصلش لا هي ممكن تحصل بس عشان المرض مش موجود عندنا في مصر طب مش موجوده في البروسيلا ما بتحصلش في البروسيلا اوكي او كتاب يمكن احنا في سلسله ريزيستنس في البروسيلا ما شرحهاش بالتفصيل تقريبا البوليو هو البوليو انا هي هو اوريدي بيبقى عندها ماترنال البيبي عنده ماترنال اكوايرد امينيتي طب ليه انا اول ما بنتولد اديله او بي بي قبل ما تخلص عشان تبدا تشخص 0 2 4 و 6 9 12 18 سكول انتري كل اغسطس هو ليه بياخد 2 4 6 لو انت فاكر زمان ان الاور بوليو كان لايف اكتيفيتي بس كل ما نقول في الجدول التطعيمات كوريك ان لايف اتيبوكر بيقعد اكتر من 90% لايف لونج اكسبت الاورال بوليو ديسيشن فده كلايف اتيميتد مش بيديني مناعه من اول جرعه لازم ادي جرعه واثنين وثلاثه عشان ادي مناعه البرايمري فاكسينيشن والبوليو فاكرين برايمري فاكسينيشن فاكرين الكلمه دي هي جرعه الشهر الثاني والرابع والسادس طب ليه ما اديهم بدري؟ ما زي دي بيجي برضه ليه بدري؟ ما في بس ليه بدري اديني 4 6 ولو ان هو في بس بدايه متر كفيت من 6 ل 9 شهور لان انا عايز الفاكسين بيشتغل 2 4 6 3 جرعات على ما يبدا يكون المناعه اللي انا عايزها تكون على الشهر الكام؟ السابع او الثامن صح ولا لا؟ على ما يخلص 3 جرعه فلما يكون الفاكسين اشتغل بالبرايمري فاكسينيشن بتاعته هو السايكل بروبر انتي بادي دوز هتلاقي مناعه الام ايه؟ خلصت بحيث انك انت ما تقعديش الطفل من غير ايه؟ من غير مناعه يبقى بتغطي بمناعه الام ولما كبر او على ما مناعه الام خلصت كان الفاكسين اشتغل اوكي انا اسف الام ماربا دي عند سنه لان هو الجرعه واحده هيشتغل ما عنديش مشكله منه خالص لكن مش عندي في الحياه محتاجه اكتر من جرعه ثلاث دقائق دي سؤال الفاكسين اشتغل بنص السيلز بيبقى جنس الثلاثة ولازم يكون الجنس الثلاثة ولازم ملوش لازمة اوكي طيب بطل الديسيز كومن فين انا لسه ما خلصتش الايج لسه ما خلصتش الايج المرض فين اكتر سن في البوليو فين في الانفانتايل في الاطفال الصغيرين وان كان دلوقتي قالوا ان حصل عندنا ابورد شيفت في الايج بوليو يعني حصل ابورد شيفت بقى موجود في سن اكبر عندنا ليه موجود في سن اكبر؟ بسبب الكومبالسي فاكسينيشن والستريكت فاكسينيشن اللي بنطبقها في الاطفال الصغيرين بس احنا بنقعد معاهم عيال كتير قوي في زيرو واثنين وندي حملات في البيت وحملات اللي بتعدي على البيوت بتديله اكسترا دوزز ان بتوين ذا دوزز يعني حتى لو خد اثنين وهو في الشهر الثاني هو اللي بياخد كمان جرعه البوستر بتاعت او جرعه زياده بتاعت الحملات فازاي احنا بنطعم بشكل كبير قوي فبقينا نشوف بوليو في سن ايرلي ادوليسنس او لدرجه ما كان في بوليو بشكل معقول احنا. طيب الهيباتايتس ايه؟ ويتش ايج عرضه اكتر الهيباتايتس؟ من 10 ل 30 سنه
ليه من 10 ل 30؟ عشان اكسبوز ده اكتر فود بويز. اقل من 10 لسه في اولى ابتدائي، ده ابتدائي بياخد سندوتشات واللانش بوكس بتاعته، فما يقدرش ياكل بره البيت. ليه اكتر من 30 سنه؟ ليه مش اكتر من 30 سنه؟ اتجوز وقعد في البيت. لازم ياكل. اتجوز وقعد في البيت مش من حقك انك تاكل بره البيت، والا معناه ان كده اكل في البيت مش ايه؟ سؤال اسئله للشباب ثلاثه، الشباب اسمعوا بس اسئله وبنات ما تسمعش الاجابات، او انتوا عارفين الاجابات طبيعي. في ثلاث اسئله هتسالهم لما تتجوز، لازم تبقى محضر الاجابه بتاعتك. تحب اقول حاجه؟ بتعرف الحاجات دي منين؟ سنه لازم تحضر الحاجات دي دلوقتي. السؤال الاولاني، السؤال الاولاني مين احسن، اكلي ولا اكل مامتك؟ الاجابه الصح، الاجابه المثاليه لهذا السؤال، ده حاجه وده حاجه. وانت صادق، ده حاجه وده حاجه. فما ينفعش اقارن ده طعم وده طعم. اوكي؟ هتسألك السؤال التاني. ايه اكتر حاجه في الاكل بتعجبك؟ الميه. اياك تجاوب على هذا السؤال، اياك من اجابه هذا السؤال. اوكي؟ لان حضرتك افنى؟ الاكل كله بيعجبك. لا مش اكلك يبقى ما تكتبش يا عم، قول لها الاكل كله زي بعض. قول لها كله زي بعض، قول لها مش قادر افرق، كل الاكل زي بعض. اوكي؟ وما تختارش صنف من اصناف الاكل لان فيها مشكلتين. اول حاجه اختيارك لصنف معين معناها ايه؟ ان بقيه الاصناف مش حلوه، فبالتالي عيب، المفروض انك تختارش. الحاجه الثانيه ممكن تختار صنف انت سميته غلط، تقول لك كمكرونه ما خدتش بالك ولا ايه؟ ولذلك صنف معين لا هو كان مكرونه، يعني الكلام ده كله كان مكرونه. ايوه كان مكرونه، اختار صنف معين. اوكي؟ وبعدين لسه ترايل، يعني مفيش مشكله احنا هنحاول مع بعض لغايه ما تبقى الدنيا كويسه عندنا. فلذلك خلي بالك من اجابات هذه الاسئله. لا هو انا مش قصدي، انا كنت طبعا انها كانت دعابه، ولكن سؤال، ليه مش اكتر من 30 فعلا في مصر؟ ليه؟ في سؤال تاريخ. ايوه في سؤال تاريخ. اشمعنى انتوا ركزتوا فيها؟ يعني لو انتوا مركزين نفس المستوى ده من اول الدرس. اوكي لا اسئله تبقى في الحصه الجايه، يبقى في حاجه تقول الحصه الجايه. السؤال بس اسال، ليه مش اكتر من 30 فرع في مصر؟ خلاص بقى جاله الميونتي بقى. عشان كده غالبا ما كنتش عندنا هي سيفير جدا. لا عشان ووتر بورن قلتها. الكوليرا بتيجي في اي سنه؟ عشان ووتر بورن. يمكن تايفود كان فود بورن. انا قلت البروسيلا كتاب ما جاش عندها كتير، فقط ريحها من القصه دي عندها. طيب السكس تفرق معاك البوليو في السكس؟ ده مرض في الاطفال، وان كانوا قالوا الباراليسيس في الولاد اكتر من البنات. الباراليسيس الباراليتيك بوليو مش الانسنس، الاكسبوجر الاثنين زي بعض. طب الهباتيتس ايه؟ اكتر فين؟ الاثنين. لا الميلز اكتر. ليه؟ مش شرط دايما الولاد يقعدوا على عربيات فول وعربيات الكبده ويحبوا ياكلوا مش عارف الكلام ده كله. حتى المحلات اللي كانت بتتكلم في مش عارف اسمه ايه ده، ما اعرفش اسمه ايه، التلوث والقصه دي كلها. فدايما الشباب بتدايما تقول تخيل في فرق؟ في بطاطس في فرق؟ يكون زبط شغل بلاكبورد. انت يفوت فرق؟ اه طبعا الميلز اكتر، وان كان الكاريرز في الفيميلز اعلى. خلي بالكم الحته دي عشان تفهموها، التايفويد كاكسبوجر في الميلز اكتر لكن الكاريرز في الفيميلز اكتر. ليه؟ قالوا معلومه ان الكوليستايتس اللي هو التهاب في المراره، لان السلمونيلا طيفي بتستقر في الجول بلاد، وجود كوليستايتس بيطول فتره الكارير ستيت، بيطول فتره الايه؟ الكارير ستيت. والكوليستايتس كمان اصلا مور كومن ان فيميلز، مور كومن ان فيميلز عامه، عشان كده فتره الكارير بيبقى في الكارير في الفيميلز اعلى في التايفويد. اولا تاني التايفويد كتايفويد فكرته ان الانسنس او الاكسبوجر في الرجاله اعلى لكن الكارير في الستات اعلى عشان الكوليستايتس. والكوليستايتس بتعمل ريتنشن للبسيلاي عندها لفتره اطول، فبيقعد الكارير مده اطول. طب الكوليستايتس كمرض اصلا اكتر فين؟ الكولر مش فارقه عشان موتر بورد في كل من الرجاله والستات زي بعض. اوكي الاميونتي بتجيب لنا ازاي؟ ناتشرال او ارتفيشال، صح ولا غلط؟ طب الناتشرال قلنا انفكشن، ارتفيشال هو ايه؟
فاكسين. لا خلاص تعالي دينا كده تعالي بسرعة بصي بس يا مريم بس يا مريم بس اللي بتتكلم انت فاهمة ايه اللي حصل؟ اه البتاع بيعمل على الصوت ما انا بحب اقعد اتفرج عليه وانا بتفرج عليه بس يبقى الريكورد مركز اه ده البتاع انا كنت لسه هشتمك عشان دي بتاعت الناس ناتشرال ارتفيشال انا قلت عاملين البوليو في ناتشرال انفكشن وفي ارتفيشال فاكسينيشن وان كانت المناعه بتاعت البوليو برضه احنا فاهمين انها تايب ايه؟ سبيسيفيك لما كان الفاكسين عرف بقى ان فيها هيومورا لوكال ايميونتي خلينا نتكلم عن السجاير من سبب التفصيل ان شاء الله طيب الايميونتي في الهيباتايتس ايه؟ ناتشرال ايه؟ وارتفيشال الهيباتايتس بي ناتشرال ارتفيشال برضه ارتفيشال فاكسين تيفويد ناتشرال ارتفيشال البروسيلا ناتشرال ارتفيشال ممكن البروسيلا الاسف الكوليرا ناتشرال ارتفيشال البروسيلا كتير ما اتكلمش عنها طيب الانفايرمنت كلهم اكتر في الصيف ولا في الشتاء؟ الصيف عشان الفوتبول اكتر في الصيف والسؤال ليه؟ علشان البريد اكتر وعلشان الميتابوليزم اكتر والهايبو هايبو والهايبو اسيتي بتاعت الاستومك لان الجاستيك اتش اس ال از ناتشرال فاريانت تفهم؟ دي قصة الصدري ايه ازيستنت تفهمنا يا شباب وان كان عايز اقول بس حاجه قبل ما اسيب الحته دي المناعه بتاعه التيفويد والكوليرا بتبقى ملي من الانفكشن احسن لان الفاكسين تبقى المناعه بتاعته ايه؟ ضعيفه تبقى المناعه بتاعته ضعيفه لا تتعدى 50% عندنا عشان كده بيبقى اعتمادنا ملي على المناعه من الانفكشن مش الفاكسين تفهمنا ولكن مش معتمد عليها لان بتبقى البدايه ريت بتاعتها ايه؟ تفهمنا؟ دي سستريتي اند ريزيستنت هنقف على الحته دي هنقف على الحته دي عندنا خلاص من وقت الحته دي احنا خلصنا ماضي عمر واحد خلصنا الجيولوجي شوب بس الكلينيكال بيكتشر هنستخدم الفضائيه كمان حصه في الفود بورد ان ناخد فيها الكلينيكال بيكتشر والدياجنوزس والبريفنشن كنترول والجاس من رايت سمان احنا اتفقنا بس مسبقا ان احنا هنوقف لمده اسبوع ان شاء الله هجيب برضه نمره محمد عشان بس محمد Thank you.